من بيروت معنا مراسلتنا دارين الحلوة. دارين نطلع منك أكثر على تفاصيل هذه الدعوات للمجموعات المسلحة في عين الحلوة وحتى يعني عن كل التطورات الميدانية هناك. بالرغم من هدوء هذه الاشتباكات إلا أن يعني لا يمكن الحديث عن استقرار أمني في مخيم عين الحلوة. طبعا هناك ترقب وكلا الطرفين يعني ينتظر الآخر لخرق وقف إطلاق النار أو الهدنة بالرغم من كل الضغوط والاتصالات التي ساهمت في إرسائها لنحو أسبوعين أو أقل بقليل. أما فيما يتعلق بمنشآت الأونروا، طبعا عملية الاغتيال حصلت على مقربة من أحد مدارس الأونروا، وبعد عملية الاغتيال وانطلاق الاشتباكات كان هناك تمترس من قبل المجموعات المتشددة تحديدا في هذه الأماكن على اعتبار أنها استراتيجية وأبقت على تواجدها وتواجد مسلحيها في تلك المناطق. طبعا في مثل هذه الأحداث عادة ما تقوم المجموعات المشاركة في الصراع بتحقيق تقدمات ميدانية وإن كانت عبر سياسة القدم، وربما تعتبر هذه المجموعات أنها باحتلالها هذه المنشآت حققت تقدما ميدانيا سوف تبقي عليه، وهناك صعوبة جدية بإخلاء هذه المنشآت. لا ندري إن كانت ستدخل أطراف أخرى على هذا الملف من أجل إخلاء هذه المنشآت. يعني نتوقع أن يستغرق بعض الوقت، خصوصا وأننا في فترة الصيف وليس هناك من أطفال سوف يعني يحتاجون لهذه المدارس بانتظار الاتصالات من أجل إخلائها. شكرا جزيلا لك من بيروت دارين الحلوة. شكرا جزيلا.